السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: ترقيعات حكومية للواقع المريري في العراق مع اقتراب زيارة بابا الفاتيكان. مشاهدينا، قبل أن نذهب إلى فاصل بإمكان حضراتكم أن تشاركوا من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتس آب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود. أهلا بكم من جديد. سيشهد يوم الجمعة من هذا الأسبوع زيارة بابا الفاتيكان فرانسيس إلى العراق في زيارة هي الأولى له، حيث انطلقت حملات إعمار حكومية لبعض المناطق وتوفير بعض الخدمات مثل الطرقات وبعض المرافق وبعض الحدائق وترميم بعض المناطق الأثرية التي سيزورها البابا. هذه الحملات الحكومية أثارت غضب العراقيين لأنها جاءت لترقيع الواقع المرير الذي يعيشه العراقيون، ومحاولة إظهار العراق على أنه آمن ومستقر ويتمتع شعبه بالخدمات العامة. هذه المحاولات الحكومية مهما علت فلن تغطي الحقيقة، فالعالم أجمع بما فيهم البابا يعلمون حقيقة هذا البلد بعد الاحتلال وكيف أصبح خرابا ينخره الفساد والإجرام. لدينا بعض التساؤلات مشاهدينا الكرام بإمكان حضراتكم أن تشاركوا للإجابة عليها. لماذا شهدت بعض المناطق في العراق إعمارات وإعادة تأهيل لبعض المناطق الأثرية مع اقتراب زيارة بابا الفاتيكان إلى العراق؟ أيضا لدينا: ألا يعد أبناء العراق أولى بالحصول على إعمار وخدمات في مناطقهم المعدمة والتي تفتقر لأبسط مقومات الحياة؟ وهل تعتبر هذه الترقيعات الحكومية للواقع المؤلم كفيلة بتغيير حقيقة أن العراق بلد منهوب ينخره الفساد ويعم فيه الخراب؟ هذه أسئلة بإمكان حضراتكم أن تشاركوا للإجابة عليها لإبداء آرائكم في هذا الموضوع. الآن هناك إجراءات حكومية لإعادة ترميم بعض المناطق الأثرية، لتعبيد بعض الطرق، لتوفير بعض الخدمات في بعض المناطق مع اقتراب زيارة البابا والتي سيزور هذه الأماكن طبعا بالطبع. الموضوع هو أن العراق يعاني منذ 18 سنة أو منذ 18 عاما بسبب حكومات فاسدة دمرت هذا البلد وحرمت الشعب من الخدمات العامة، أبسط الحقوق حرم منها المواطن العراقي. لماذا الآن في هذا التوقيت تنشط هذه الحكومة بعملية تعبيد بعض الطرق أو توفير إنارة في بعض المناطق، حتى وصل الحال إلى مد خطوط الإنترنت الضوئية اللي هي الفايبر كما تسمى في أحد شوارع منطقة النجف، محافظة النجف، في حين أن العراق يعاني من سوء خدمات الاتصالات والإنترنت فيه ويعتبر واحدا من أغلى بلدان العالم أو أعلى تكلفة للمواطن العراقي بالنسبة لأجور الإنترنت، في حين هو يحصل على أسوأ الخدمات ضمن المحيط العربي وربما العالمي أيضا. الحكومة أيضا صعدت من إجراءاتها الأمنية كذلك بالتزامن مع اقتراب زيارة البابا إلى البلاد، ومصادر صحفية قالت إن الحكومة قامت بنشر أعداد كبيرة من القوات الأمنية في شوارع العاصمة بغداد، فضلا عن القيام بحملات تنظيف لشوارع العاصمة بالتزامن مع اقتراب زيارة بابا الفاتيكان إلى العراق. طبعا تصنيف في السنوات القليلة الماضية صنف بغداد واحدة من أقذر
مدن العالم. هو بالطبع كان التصنيف بأن بغداد هي أقذر مدينة في العالم، وواحدة من أسوأ المدن للعيش فيها، وواحدة من أخطر المدن للعيش فيها. وكذلك المحافظات التي سيزورها بابا الفاتيكان أيضا تعاني من نقص الخدمات، من انعدام الخدمات في الواقع، تعاني من انهيار في البنية التحتية، تعاني من غياب للخدمات العامة، تعاني من غياب للكهرباء، للطرقات، للمياه الصالحة للشرب، للمرافق الصحية وغيرها طبعا من هذه الخدمات. هذا الموضوع أثار غضب المواطنين العراقيين، أنه إحنا أهل البلد، إحنا أولى بهذه الخدمات أن نحصل عليها، لماذا الآن تسارعون لتجميل الواقع المرير، في حين أن يعلم الجميع بما فيهم بابا الفاتيكان أن العراق بلد منكوب، أن العراق بلد مدمر. قد تكون هذه الزيارة غريبة في هذا التوقيت، لكن مع هذا لن تخفي الحقيقة. العراقيون في موقع تويتر خرجوا بوسم اطلب من البابا. هو طبعا تفاعلوا بسخرية حول هذا الوسم، ومنهم من حمل رسائل كثيرة إلى أو أرسل رسائل كثيرة لعلها تصل إلى بابا الفاتيكان، بأنه نحن نعاني، نطلب من هذه السلطة منذ السنين بأن تصلح الحال، بأن تعمر الطرقات، بأن توفر لنا الخدمات، لكن لا حياة لمن تنادي. لعل وعسى هذه الرسائل تصل إلى العالم. بابا الفاتيكان قد لا يكون لديه السلطة أن يغير شيء في العراق، لكن على الأقل ستكون رسالة من العراقيين أننا نعاني في هذا البلد المنكوب، أننا نعاني من بطش الميليشيات، من الفساد في دوائر الدولة، من الفساد في كل مفاصل العراق بشكل عام، نعاني من نقص الخدمات الطبية، نعاني من غياب الكهرباء بعد أن أنفقت عليها السلطة كما تقول أكثر من 80 مليار دولار. من معنا؟ معنا السيد أبو زينب من محافظة النجف، تفضل حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. احنا منذ فترة وليست بالقصيرة يعني اصبح العراق مع الاسف هو بلد المناسبات. نعم. واعني هنا ببلد المناسبات ان المسؤولين لا يقدمون على اي عمل ايجابي سواء كان اعلاميا او للخدمات او غيرها. نعم. الا ان تأتي مناسبة. واحنا عايشين هاي الشغلة من بدأ عملية الانتخابات عام 2005 إلى الآن. تنشط لدية وحركة الإعمار والطرق والجسور والمجاري طبعاً. نعم. مو بشكل كامل ولا بشكل مدروس ولا بشكل صحيح، وإنما بشكل سطحي وترقيعي. نعم. حتى شنو يوهمون الناس بأنه هم يعني ناس معتدلين وجايين من أجل خدمة مصلحة الشعب. ومجرد ما يعاد انتخابه مرة ثانية حقيقة أو تزويرا. نعم. تلغي كل هاي الأمور. احنا اللي نتوخاه نتأمله يعني مثل ما يقول الغرقان يتعلق بقشاية. نعم. بلكت هاي أنه جيت بابا الفاتيكان للعراق أن تكون فاتحة خير على هذا الشعب المسكين المنكوب. من يا ناحية؟ نعم. من يا ناحية تكون فاتحة خير؟ من هو كل هو الناحية. هو دي يزور العراق في وقت ناحية. نعم. ناحية السلام. نعم. التقارب ما بين الأديان والمذاهب والطوائف، ونعيش أنه حالة إحنا كل إحنا عراقيين، من نقول هذا مسلم. نعم. وهذا مسيحي وهذا يزيدي وهذا سني وهذا شيعي، لا، نتعايش كبشر. هذا يعني هذا واقع حالي يا أبو زينب موجود. هذا الواقع اللي حضرتك ده تتفضل به واللي ده تتمنى يصير هو موجود بالفعل، موجود قبل قدوم هذه الأحزاب، موجود قبل قدوم هذه الحكومات. اللي صار اليوم أنه عدد المسيحيين في زمن حكومات ما بعد الاحتلال انخفض من أكثر من 1.5 مليون مسيحي إلى 450,000 مسيحي فقط في العراق، وهذا العدد أيضا في تناقص مستمر نتيجة القمع والميليشيات والتهجير اللي صار واللي يتعرض له المسيحيون. طيب، زيارة البابا اليوم أثارت تساؤلات كثيرة واستغرابات من حتى صحف عالمية مثل صحيفة نيويورك تايمز، أنه ليش يزور العراق بهذا التوقيت وفيروس كورونا مدمر البلد. العراق الآن واحد من أخطر بلدان العالم باحتواء على أعداد كبيرة من المصابين بفيروس كورونا، ليش هاي الزيارة وليش هو مصر يأتي إلى العراق؟ يعني حتى أكو بعض العراقيين فسروا هذا الموضوع أنه دعم
هذا دعم للحكومات الموجودة، أنه اعتراف بهذه الحكومات إهمال لأصوات الناس ولدماء العالم اللي دسيل بالشوارع، ومع هذا يجي دي يشوف العراق. والله أنا يعني اللي أتوقع أنه قد يكون الرجل داعية خير وداعية سلام لا أكثر، وأن يقارب وجهات النظر. نعم. هم خلص الله عليك. طيب. يعني على الأقل أحسن وأشرف من بعض الدول الإقليمية وخاصة دولنا العربية. كلهم ضربوا أكس على العراق وصموا آذانهم أبد، ما سمعنا أي تصريح من أي رئيس دولة ولا مسؤول جامعة الدول العربية ولا كذا لإنقاذ العراق. نعم. أو قدموا أي مبادرات أو مساعدات حتى على صعيد ولو المؤتمرات. فبلكي طيب. تكون أكثر خامة. أنا أكتفي وياك بهذا القدر وأشكرك يا أبو زينب، وصلت فكرتك. يتمنى كل العراقيين طبعا أن يكون أو أن تكون هذه الزيارة هي فاتحة خير بالنسبة لهم، أن يتغير الوضع للأفضل، أن يكون هناك تحسن بالحياة، لكن من يحكم العراق هم المشكلة وليست زيارة باب الفاتيكان التي ستغير من الواقع. من يحكم العراق هم الذين دمروا البلد وأوصلوه إلى هذا المستوى، فهل هم أصلا لديهم الرغبة بالتغيير؟ وإن كانت هذه الرغبة موجودة، أين كانت منذ الاحتلال ولغاية هذا اليوم؟ عندنا السيدة أم علي من كركوك، تفضلي حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يخليك. بالنسبة لزيارة البابا للعراق ما مناسبة هسه حاليا، احنا كورونا ودعون كورونا ولطلون وحارمينا ويعني على مود وضعنا وشغل ماكو والدولار صاعد، البطلة الدهن ب3000، سعر السمن ب3000، وضع العراق المادي فد مرة صعب، قام يسوون شوية وقفوا حتى عقولنا، يسوون الشاد يسوون تبليغ ويسوون شغلات. البارحة كنت ببغداد، صدق أن بارحة بغداد من العلاوي للنهضة 4 ساعات، من العلاوي للنهضة 4 ساعات، يلا دخلت يلا من غير الشعب يعني 14 ساعة أنا من بغداد الكركوك. نعم. يلا عد شو دي يعمرون لعد ليش الشعب العراقي تظالمي ليش زين والدخلهم محدود. ايش ذكرهم يعمرون وينظفون اليوم؟ ايش ذكرهم هذا الشيء؟ وين كانوا قبل 18 سنة؟ ما هاي دمروا المناطق وهاي شوية بدوا يعمرون ويجملون بالمناطق ويصبغون ويسوون ليش لعد ليش متانا وقبل ما يجي البابا ليش مش تسوون وتعمرون وتحطون غذائية القطعوها علينا الصحة تكتر 3 ساعات الباص 3000 دينار تدخل صار 3 ساعات ينطوك حب براسيتون زين. نعم. العملية يقول لك ما نقدر نسويها إلا بفلوس ب50 ورقة وب80 ورقة زين. كل شيء دمروا عندنا الصحة الزراعة الكل ليش شو هسه تعمرون وضع حتى كورونا ودون كورونا وما أعرف شنو عشان يجيب هي الأوضاع زين وحجر وصحة وثلاث أيام 4 أيام والإنسان مرات احنا اغلبيتنا ما بخرج تطلع عمال يشتغلون يعني ماكو اذا بقوا مبين عليهم اليوم حايرين ياكلون. طيب انا اشكرك يا سيده ام علي من كركوك، وصلت فكرتك. ويانا السيد ابو احمد من كربلاء، تفضل يا ابو احمد حياك الله. السيد ابو احمد من كربلاء موجود؟ ما موجود. طيب عندنا رسالة من أحد المشاركين على الواتس أب يقول لا يا كذا، صار تنظيف عام للبابا، يخافون من البابا وما يخافون من الله. هاي رسالة يعني موجهة أيضا إلى من في السلطة، أنه يخشون على سمعتهم، ولو هي إذا بقت عندهم سمعة يخشون على سمعتهم أمام العالم، أنه هم وصلوا العراق إلى هذا المستوى من الانهيار في مصاف الدول الفاسدة، في مصاف الدول الخربة المدمرة، العاصمة بغداد أقذر مدينة في العالم، أسوأ مدينة للعيش فيها، أخطر مدينة للعيش.
غيرها من المحافظات العراقية الأخرى المنكوبة والمدمرة والمعدومة الخدمات وغيرها، يخافون من شخص سيأتي إلى العراق لمدة 4 أيام ويرحل، لكن عايشين ويا ملايين العراقيين، ملايين البشر صار لهم سنين في هذا البلد وما قدموا أبسط الخدمات للمواطن العراقي. ما يستحق المواطن العراقي منكم أن توفروا لأبسط المستلزمات اللي ما راح تكلفكم، مثل ما أجا البابا وصرفت فلوس على التنظيف وعلى تبليط شوارع وعلى إنارة بعض الطرقات وعلى وضع بعض المحاصيل بعض النباتات أو الأشجار وغيرها على الطرقات للتزيين وتوفير هذا الجيش بالشوارع لتوفير الحماية لهذا الضيف. هاي الأمور ما قدرتوا توفروها للمواطن العراقي اللي ما كانت حتكلفكم شيء من المليارات اللي سرقتوها. يعني هذا السؤال حقيقة وهذا موضوع يقهر المواطن العراقي، أنه يشوف الغير يحضر إلى هذا البلد يتمتع بالرعاية والاهتمام والخدمات في حين هم محرومين منها، هم أهل البلد، هم أهل هذه الأموال، أصحاب هذه الأموال اللي تدخل إلى خزائن العراق وتخرج منها وما حد يشوفها وما حد يعرف وين راحت وما حد يعرف وين انصرفت أو على شنو انصرفت. عندنا رسالة أيضا من أبو علي من بغداد يقول: هل يعلم البابا أن هذه الزيارة المرتقبة إلى بغداد هو تأييد للنظام القمعي الحاكم في بغداد؟ هذا أيضا سؤال حقيقة يطرح. العراقيين طلعوا بالشوارع، سفكت الحكومة دماءهم، لا يزالون يعانون من بطش الميليشيات ومن بطش القوات الحكومية ومن بطش حكومات ما بعد الاحتلال اللي كل مرة يطلعون يعبرون بها عن أصواتهم بطريقة سلمية، يقمعون. العالم كله اليوم للأسف الشديد يدعم هذه الحكومات، هذه الزيارة واحدة من وسائل الدعم كما يراها أبو علي من بغداد، أنه إحنا طالعين بالشوارع نريد نسقط هذا النظام وأنتوا تأتون إلى العراق تعترفون بهذه السلطة، تتحاورون مع هذه السلطة، تضعون أيديكم بأيدي هذه السلطة، وطبعا تتغاضون عن آلاف وملايين، مئات الآلاف وملايين العراقيين اللي ينزلون للشوارع ويتعرضون للاعتداء والإهانة والضرب والقتل. عندنا رسالة من أبو حاتم من الموصل يقول: تحية طيبة لك أستاذ محمد المحترم وللجميع. يقول أستاذ محمد: العراق اليوم أصبح مسرحا ومرتعا للصوص الفاسدين والحرامية. لا تنسى إحنا العراقيين عندنا مقولة مشهورة نقول: علي بابا اللي عندنا بالعراق، والبابا جاءنا من الغرب، والأربعين حرامي موجودين في بغداد بالخضراء. تحققت هذه المقولة الشهيرة: زيارة البابا تزيد الطين بلة وتحرك شيئا مخفي، والسلام عليكم. يعني هذا موضوع أيضا يعني يطرح المواطن العراقي، إنه هذه الزيارة، وحتى كما قلنا صحيفة نيويورك تايمز تساءلت باستغراب عن أسباب هذه الزيارة وتوقيتها في وقت يشهد العراق فيه ارتفاع بحالات الإصابة بفيروس كورونا، تخبط أمني كبير، انهيار طبعا أمني كبير، مظاهرات في الشوارع. هذه الزيارة ما الأسباب الحقيقية وراءها؟ نتمنى وكما قال العراقيون اطلب من البابا، يطلبون العراقيين في التغريدات من بابا الفاتيكان أن يذهب إلى المناطق المنكوبة، إلى المحافظات المنكوبة المدمرة. اليوم الموصل 95% منه أنقاض، الناصرية اللي سفكت بها الدماء ولا تزال، يتمنون أهلها أنه يجي يشوف القمع الحاصل، يروح للبصرة يشوف وضع أهالي البصرة في أغنى مدينة عراقية موجودة، مدينة نفطية، شوف أهلها، شوف المياه الغير صالحة للشرب، شوف التلوث، شوف الميليشيات اللي تقتل وتخطف وتعتقل. فهذه حقيقة رسائل توجه إلى كل من يرغب بزيارة العراق من الشخصيات المعروفة عالميا، أنه تعالوا شوفوا الحقائق، عفكم من هاي الترتيبات الحكومية يبلطون شارع بالنجف ويمدوا له كيبولات ضوئية للإنترنت. طيب وين باقي الخدمات للعراقيين؟ من ويانا؟ السيد أبو علي من واسطة، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مساء الخير لحضرتك ومساء الخير لجمهور راقد. مساء النور حياك. صراحة هي زيارة البابا، يعني الرجل هو موجه زيارته للمسيحيين في بالعراق، أنه يشعرهم أنه أكو أمان بالعراق، أنه هو قدر يزور العراق. لكن الواقع هو عكس هذا الشيء تماما. بغض النظر عن الأديان، احنا ما نتكلم عن الأديان، خلينا نتكلم عن الزيارة.
الزيارة هي مجرد يعني يعني ليش أمريكا سمحت للبابا يزور العراق الآن؟ ما زار قبل في زمن النظام السابق، ما زار في قبل 2018، ليش الآن سمحت؟ طبعا هذا كسياسيا هو دعم لحكومة الكاظمي اللي هو يعني هم لم يدعي أنه هو حليف أمريكي وأن هذا سياسة أمريكا جديدة بالمنطقة. من يزور البابا يعني يزور الناصرية زارها لأن الزقورة وهذه ما عرفنا يعني ولادة سيدنا إبراهيم بها، ويقول هو مثل ما الرسالة اللي وجهها اليوم يقول أنه هو هذا أبو الأنبياء الموجودين. زيارته للنجف هي يعني بصراحة أنا أشوف أنه هو ضد إيران لا أكثر ولا أقل، همنا يعني سياسة أمريكية ينقلها البابا أنه الحوزة العلمية للشيعة هي مو بقم هي بالنجف. كذلك هذا دعم للسيد السيستاني. الولائيين وأتباع الفقيه حاولوا بشتى الأمور أنه يعني يمنعون هذه الزيارة حتى على هذه النقطة هم ما يركزون. لكن أنا أقول يعني أوجه رسالة إلى البابا، أنت من تزور العراق شنو اللي راح تقدمه؟ هل أنه تمنع القمع الموجود بالشارع؟ هل أنه تجي تقول للدولة تعالوا ليش هذول قتلوا بالعراق؟ هل من ترجع أنت من ترجع تطلع من العراق وترجع هل تنقل الصورة الحقيقية لقتل شعب أمام كاميرات؟ يعني القتل الشعب العراقي اليوم ما مضمون، العالم كله يشوفه. هل القتل هذا يعني القتل راح تنقله أنت بعدين للعالم وتقول أكو شعب يقمع من ميليشيات الحكومة تدعمها؟ يعني أما أنه تجي زيارة بس أنه والله أنا زرت العراق وحطيت زيارة وأرجو السلام للعراق، العالم مو حكي، السلام مو حكي يشتغل. يعني إذا حضرتك تفضلت وقلت بأنه هذه الزيارة للاطلاع على حياة على واقع المسيحيين في العراق كهدف أساسي. المسيحيين في العراق تناقصت أعدادهم من 1.5 مليون إلى 450، بس اسمح لي، من 1.5 مليون إلى 450 ألف بسبب بطش الميليشيات، بسبب السياسات الحكومية الطائفية العنصرية اللي حاربت المسيحيين، حاربت الأقليات في العراق. هل حيسأل ليش سويتوا هيك بالمسيحيين اللي هم جزء أصيل من العراقيين من العراق؟ هل حيطلب أنه يعرف نتيجة اللي ارتكبوا جرائم ضد المسيحيين في العراق؟ دول سويتوا بيهم، عاقبتوهم، حاسبتوهم؟ هل حيطلع على الواقع المرير اللي يعيشه ويعاني منه المسيحيين في العراق، أم أنه الزيارة هي للذهاب إلى الكنائس والأماكن الأثرية ومع السلامة الله وياك؟ لا أفتهم، أنا ما قصدي أنه هو يعني يطلع على أحوالهم، هو أحوالهم معروفة. وتقريبا حوالي 80% من الأخوة المسيحيين بالعراق كلهم هاجروا، وهاجروا بعد 2003. ما هاجروا من جوا، يعني هم زمن الحصار ما هاجروا، في زمن النظام اللي يقول عليه نظام كان بس للمنطقة الغربية والحكومة تحكم للمنطقة الغربية ما هاجروا. هم هاجروا بسبب القمع، قمع اثنين قبل ما جاهم، قمع ال الأكل حقوقهم عن طريق الدستور الكاذب، وثانيا طمع التنظيم الإرهابي لداعش، وبعدين الميليشيات اللي صادروا أموالهم. أنا من يعني أقصد أنه من يجي بس يعني هي زيارته تعتبر إنسانية 30% وسياسية 70%. أما المسيحيين بالعراق أو يعني من يقولهم رجعوا للعراق يرجعون وين؟ بيوتهم مسروقة، كنائسهم مهدمة، عاقة المناطق المحاضرة اللي بالموصل لحد الآن هم ما عوضوهم وبنوهم الدولة اللي وعدتهم، والدول المانحة لحد الآن ما انطتهم فلوس لأن ما تثق بالحكومة. وهم يعني أنا ما نطلع من موضوعك، لكن إذا شو تتوقع من حكومة تستثمر يعني بدماء العراقيين بأرواحها وبكورونا تأخر يعني تأخر اللقاحات اللي هم يردون يبقون بيها؟ ايش تتوقع؟ طيب. من هذول يقولوا للمسيحيين. انا اشكرك شكرا جزيلا سيد ابو علي من واسط، ويانا السيد صباح من بغداد. تفضل يا صباح، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. بالنسبه لزياره البابا، يعني ما راح احنا العراقيين راح نترجى خير من عنده، لان هو يعرف البابا والورا بابا اللي 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 كانوا هم يقصفون بالعراق واحتلموا العراق والقواعد الموجوده كلهم مين؟ كلهم يا اما مسيح أو يهود أو عملاء لهم من المسلمين. فاللي كان يدمر العراق
الرئيسيين هم يعرفهم البابا يعني، وهذا الاضطهاد من 2003 لحد الآن ما سمعنا صوته، ما سمعنا صوته ولا صدر بيان ولا وقف وقفة حقيقية مع العراقيين مع الناس اللي تهجرت من الموصل ومن الفلوجة ومن الرمادي ومن الديالة وكل المناطق اللي تم احتلالها من قبل الميليشيات. وهو يعرف ويدرك أن الحكومة العراقية بكل أجهزة الأمنية دفاع وداخلية والأجهزة الأمنية كلها مخترقة من قبل الميليشيات اللي هي ولاءها المن الإيران ويعرف الاحتلال الأمريكي سوى بالعراق ويعرف الأمريكان هم اللي سلموا من العراق على طبق من ذهب إلى الإيرانيين يعني سلموه. حاليا شو راح يسوي؟ شي قدم شي آخر الناس اللي جوعانة والناس اللي جاي تتظاهر شايلة بس علم وشوف الرصاص الحكومي يخترق صدورهم ويقعون شهداء؟ ليش دوري ما عندهم أهل؟ البابا أو اللي راح يستقبل البابا ما يقدر يطلعون بيانات يستنكرون ويجيبون هذا القتل الحكومي الممنهج، المافيات الحكومية اللي يقودها المالكي وأبو فدك وقيس الخزعلي وهادي العامري ومقتدى الصدر يعني المفروض. سيد صباح، الآراء المقابلة لحضرتك تقول بأن هذا الرجل جاء يحمل رسالة سلام إلى العراق بعيدا عن سبب زيارته. خلينا نشوف السياسات الحكومية والتحركات لإعمار بعض المناطق وترميم بعض الشوارع وغيرها والمناطق الأثرية طبعا. ليش المواطن العراقي محروم من هذه الخدمات؟ هو مو حقه؟ هو مو المفروض غصبا عن هذه السلطة أن توفر لأبناء أبناء الشعب العراقي طبعا الخدمات، المياه الصالحة للشرب، الكهرباء، خدمات الإنترنت، الصحة وغيرها، والأمن طبعا على رأس كل شيء. ليش بأوقات الزيارات الرسمية لبعض الشخصيات والوفود القادمة من الخارج تتحرك هاي الجهات الحكومية لمحاولة إظهار العراق بصورة جميلة؟ طبعا محافظ بابل ومحافظ النجف صار لهم أكثر من يوم هم واقفين على قدم وساق في سبيل ينظفون المناطق اللي راح يزورها حصرا فقط. أما العراق اللي صار له من 2003 أصبح مكب للنفايات بسبب الحكومة والإهمال الحكومي وماكو محاسبة، ما شفناهم نظفهم أو بالأزمات اللي صارت عندنا سواء الأزمات الصحية من كورونا أو الأزمات اللي من بالمطر. المطر كله خير على العالم لكن إحنا يصير عندنا يصير علينا نقمة بسبب انسداد المجاري للصرف الصحي المستهلكة. فالمسؤولين هسه مهتمين بس من المكانات راح يزورها، ما مهتمين حتى الرسالة اللي جايبها أو حتى يستغلونه. أن هم هل أصلا يعترفون برسالة السلام؟ هل يعترفون بشيء يسمى سلام؟ ابدا ما يعترفون بهالشيء، ولا احنا عندنا ثقه بالحكومه العراقيه ان البابا راح يساعدهم في بعض الملفات مثل ملف اعاده النازحين، ملف الاعمار، ملف الفساد. يعني ما عندنا ثقه ويا من راح يلتقي ويا اي مسؤول، رئيس وزراء او وزير خارجيه او غيره. هذول ناس هم ايديهم متلطخه بالفساد ومتلطخه في دماء العراقيين. فالبابا زيارته مثل ما راح يجي راح يرجع، لان شنو اللي جاي يقود العراق؟ شخص فاسد ومجرم وكلهم مجرمين وكلهم عليهم ملفات فساد. فهاي الزياره انا اتوقعها يعني زياره يعني ما راح تقودنا تقدمنا خطوه للامام ابدا، لان اللي موجود حاليا كلها باداره الحشد الميليشياوي. العراق هسه احنا خلينا نحكي يعني صراحه، العراق ما جاي تقود منظمه اقول يعني تقود منظومه امنيه، اللي يقود العراق حاليا حشد الشعبي. طيب انا عندي سؤال، عندي سؤال لك سيد صباح. ما يعرف يبنون، ما يعرف يبنون البلد. عندي سؤال لك الان. بابا الفاتيكان سيزور بغداد وينتقل بين محافظات عراقيه اخرى، في اثناء مروره في شوارع الطرق الرئيسيه او شوارع او مداخل محافظات عراقيه، هل سيلتقي بنقاط التفتيش التابعة للميليشيات؟ هل ستفرض عليه الميليشيات أن يدفع رشوة كما يدفع المواطن العراقي في سبيل المرور والعبور؟ هل سيشاهد هذه المناظر أم أنها فقط مخصصة لأبناء العراق؟ احنا راح نشوف الحشد والأمن الحشد والرئاسة، الرئاسة الوزراء هم راح يقودون الموكب مالته من ما يتنقل، راح يقودونه، راح يسووه الطرق اللي يمشي بيها كلها بتجنع بالك يوضحون للناس. أما المواطن العراقي اللي جاي يعاني هذا الشيء بعد ذهاب البابا إلى يرجع الأهل سالما غانما، راح هو العراقي العراقيين كلهم الأبرياء والناس البسطاء هم يتلقون هاي الميليشيات وميليشيات القتل والفرق الموت والسيطرات الوهمية والطرق
غير معبدة ونقص بالكهرباء وجرف الصخر ما حد يقدر يطبلها والقرى الموجودة بديالة تم نزوح أهلها وتم تهجيرهم وتغيير المنطقة ديموغرافيا. البابا ما راح يخلونه يلتقي ويطلع على الملفات الحقيقية الأزمات الموجودة عندنا من يحشون مصالحات وطنية. أي مصالحات وطنية والشعب صاير مقسم إلى 20 قسم. قسم كشعب، أما كدولة وحكومة 250 حزب يقودنا هسه. منو اللي تعرفه؟ منو اللي صاحب قرار كل الوزارات؟ ما قعدنا صاحب قرار. القرار الأول والأخير إلى أبو المالك. طيب. وأبو فدك. أنا أشكرك سيد صباح من بغداد، وأضيف على الرقم اللي ضفته بأن مفوضية الانتخابات تحضيرا لهذه الانتخابات أكدت أنها وافقت على أكثر من 400 حزب جديد يضاف إلى عدد الأحزاب الموجودة في العراق، وهذا العدد طبعا قابل للزيادة لأنه كان من أصل أكثر من 800 حزب قدم للحصول على موافقات للمشاركة في هذه الانتخابات. أبو فاطمة من النجف، تفضل، حياك الله. الله بحييك أستاذ محمد، تحياتي لك ولكافة الأخوة. أهلا وسهلا، حياك. الحقيقة يعني سمعت تعليقك فقط بالنسبة للعدد الأحزاب اللي الآن وصل 400 حزب، يعني ما شاء الله حتى الهند. هذا 400 بالجديد، الموجود ما محسوب. يعني حتى الهند ما في هذه الأرقام ما شاء الله. أخي بالنسبة لزيارة البابا، أولا نحن نستنكر هذه الزيارة. لماذا؟ لأنه هو خصص جهة معينة واحدة، طبعا احنا بالنسبة للطائفية وضعناها تحت أقدامنا. لكن هو لماذا يذهب إلى شخص لو كان عراقي لكنا ربما يعني نجد له مسوغا، لكن هذا الرجل السيستاني هو رجل إيراني ورفض الجنسية العراقية، معروف هذا الشيء. المفروض عليه أن يلتقي بإخواننا المسيحيين الذين تم مصادرة كنائسهم ودورهم بالذات في بغداد بالتحديد في الكرادة الشرقية وفي الحبيبية وفي في في البتاويين. خليذهب يلتقي مع هؤلاء ونشوف إيش راح يقول للعالم. أخي هذه الزيارة دعم للميليشيات، دعم للعصابات، دعم للمجرمين في المنطقة الخضراء. هذه كلها نضعها أمام هذا الرجل اللي جاي يعزز وينفخ في هذه القربة المشروخة اللي يسموها السيستاني الذي لا نرى له وجها ولا نسمع له صوتا. على أي أساس؟ على أي أساس هذا يلمعون بهذه؟ وأنا أعتب كذلك أخي على الدول العربية والدول المسلمة. شعب يذبح، شعب يقتل جوعا وقهرا، والسجون وغيرها والمستشفيات. تصور المستشفيات في قلتها وعيدها الآن في النجف عندنا في مستشفى الصدر لا يسمحون إلا لجماعة المجرم مقتدى وجماعة المجرم الحكيم. أما الناس الوسطاء فيروح يدفع برا فلوس وما تدخل هنا. فالوضع أخي كارثي، الوضع مع الأسف الشديد المجتمع الدولي. طيب أكو سؤال سيد أبو فاطمة إذا تسمح لي. نعم. من السيد أبو يوسف من الدنمارك على الواتساب يقول أنه الجماعة أكيد ما يفوتها فرصة الفساد، هاي التنظيفات وعمليات الإعمار لبعض المناطق ممكن أنها كلفت خزينة الدولة مليارات من أموال الشعب العراقي. يعني فعلا هذا ممكن يكون باب من أبواب السرقة لأموال العراقيين، أنه إحنا عمرنا وبلطنا ونظفنا، وبالتالي الأرقام اللي تكتب على الأوراق غير الأرقام اللي تم إنفاقها فعلا على هذه الخدمات أو إعادة تأهيل بعض المناطق. هذه أيضا من أبواب الفساد. أيضا الموضوع الآخر أنه اليوم يعني حقيقة من أسمع بمحافظة النجف أنه مدوا خطوط إنترنت الضوئية الفايبر في أحد شوارع محافظة النجف. العراق أصلا بأسوأ خدمة إنترنت، ليش اليوم تفطنوا يمدون هالكيبلات داخل هذا الشارع في حين أنه المواطن العراقي صار 18 سنة يعاني من سوء خدمات الإنترنت؟ هاي الأموال فعلا، أو هل تعتقد فعلا أنه سيكون هناك سرقة لهذه الأموال بهذه الطريقة اللي قال عليها أبو يوسف من الدنمارك؟ نعم بالضبط أستاذ أحمد، لكن أنا يعني أنا أقول دائما أقول شيء أخي، هم باعوا العراق كله، يعني العراق باعوه بسوق النخاسة فبقت على بعض المليارات. هذه لا شيء أخي محمد. المجرم المالكي كم سرق من خزينة الدولة؟ كم
130 مليار هذا فقط اللي يعني تم تأكد منه. نعم. 500 مليار هم من 2003 إلى العراق كله من الزخو إلى 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 البصرة باعوه. فهذه هذه زلاطة بالنسبة لمقتدى الصدر اللي الآن مسيطر على على البنك المركزي. وهذه أخي المشكلة أستاذ محمد إن أقولها الولايات المتحدة وإيران وضعوا هؤلاء المجرمين الحرامية السراق ليديروا البلد. فشلون يديروا؟ لا ولا لهم للعراق، لا أخلاق، لا دين، لا أي شيء. فمن الطبيعي أخي يأتون الآن العراق بمختصر مفيد هو عملية سرقة وإجرام وقتل مغلفة بشيء اسمه الدولة. طيب. هذا اللي دا يحصل في العراق. أنا أشكرك يا أبو فاطمة من النجف، شكرا للمشاركة. عندنا السيد عبد الرزاق من بابل، تفضل يا عبد الرزاق حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلون أستاذ محمد؟ الله يسلمك حياك. أستاذ محمد إحنا نرحب بزيارة البابا، لأن زيارة البابا زيارة الماما إحنا نعم. العراق بلد مضياف. وأي واحد يزور العراق نقول له يا أهلا وسهلا. بس كان المفروض من البابا أن تكون الزيارة مالته يخصصها للمحرومين. نعم. مو للناس السراق. انت جاي تشوف جاي تسوون خلال هالفترة هذه، يعني هم ما يستحون من الشعب العراقي. نعم. يستحون من الشخص آخر. زين كان كان الأولى بهم الأفضل بهم أن يعبرون البلد من خلال يعني استلامهم للحكم لهذه اليوم. كانوا يعبرون الطرق، كانوا يوفرون الخدمات. يعني احنا من يجي شخص زائر ان نرتب الطرق ونزخرف الشوارع المعايب هذه على يتحال. بس احنا ما نحتب عليهم استاذ محمد لانه دولة مو عراقيين ولا مو للعراق وارتباطاتهم خارجية، فيحاولون يلمعون صورتهم ويحسنون من وجودهم حتى يكون بالحكم. لكنه الشعب العراقي عرف يعني نياتهم وعرف اسلوبهم، فالشعب العراقي رافضهم. أما بالنسبة لزيارة البابا أتمنى أن يلتقي ثوار الانتفاضة. إذا كان يعني رجل يدعو للسلام وللاستقرار يلتقي بالثوار الانتفاضة تشرين ويشوف مطالبهم حتى يعرف الحقيقة وينقلها للعالم. أما يلتقي بمرجعيات دينية هي لا تضر ولا تنفع، أو جائزة تضر أكثر ما تنفع. هذا إحنا ما يخدمنا. تحياتي لك. شكرا جزيلا سيد عبد الرزاق من بابل. أيضا من ضمن النقاط التي تثير استهجان العراقيين هو موضوع إعادة تأهيل بعض المناطق الأثرية في العراق التي سيزورها بابا الفاتيكان. العراق بلد عمره أكثر من 7000 سنة حضارات. بسبب حكومات ما بعد الاحتلال والإهمال واستهداف تراث وتاريخ وآثار العراق وحضاراته طبعا، تم تدمير الكثير من المناطق الأثرية، تم إهمال جانب آخر من هذه المناطق الأثرية، وتضررت بفعل عوامل الطبيعة المناخ وغيرها. اليوم يعاودون إعادة تأهيل بعض المناطق الأثرية التي سيزورها البابا. وينكم أنتم عن حضارة العراق اللي راح تندثر، هذا التاريخ اللي عمره أكثر من 7000 سنة؟ كثير من القطع الأثرية التي تعبر وتمثل هذا البلد وتعبر عن ماضيه وحاضره ومستقبله هي تم سرقتها، تم إخفائها، ولا توجد جهات تطالب بها أو تسعى إلى استرجاعها، تهريب الآثار وغيرها. أثار العراق المدمرة اليوم يحاولون ترميم بعض هذه المناطق الأثرية في سبيل أن يرى هذا الضيف هذه المناطق ويرحل، وبعد ذلك يعاد إهمالها مرة أخرى. كم من منطقة أثرية في العراق تدمرت بفعل الحروب والقصف والميليشيات وتجار الآثار وغيرهم، وأيضا ما أهمل وترك ليدمر طبيعيا بفعل مثل ما قلنا عوامل الطبيعة المناخ والتأثيرات التي تصيب هذه الأحجار التي طبعا مر عليها آلاف السنين وتتأثر بالطبع إن لم يكن هناك ترميم وصيانة دائمة واهتمام مستمر بتاريخ هذا البلد. أدنى السيد أبو فيصل من السعودية، تفضل. السلام عليكم أستاذ محمد، مساء الخير. مساء النور حياك الله. الله
تحياتي استاذ محمد حي الغناء وكادر الشعب العراقي. حياك. بالنسبه للكادر زياره ما يسمى بالبابا هي محاوله لشرعيه لهذا لحكم الميليشيات بالعراق، وهو وهذا العراق هم مليانين تعب بدون زيارة، ما يعوز العراق الا زياره البابا. السستاني هو 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 اوسخ من البابا اكثر منه جرام وبالعراق ودماء، يعني ما يحتاج لزياره هذا الوسخ الثاني. فإن النظام تحفظنا طبعا لو سمحت بدون تجاوز. نظام فاسد استاذ محمد، هم يحاولون ان يشرعوا لهذا النظام البائد نظام الميليشيات، فيجبون السستاني الايراني وهذا قداسه الباب لا دخل له بالعراق، لكن هم يحاولون يشتغلون ظروف العراق في ظل لا دوله بالعراق وهكذا. تحيه لك. شكرا جزيلا لك سيد ابو فيصل من السعوديه. طبعا وكالة فرانس بريس قالت أن التهديدات الأمنية وجائحة كورونا وتهالك البنية التحتية تشكل تحديات كبيرة يواجهها العراق قبل زيارة بابا الفاتيكان. المستوى الأمني، طبعا استمعت إلى حديث السيدة أم علي من كركوك، وتقول أنه أنا رحت من كركوك إلى بغداد أو من بغداد إلى كركوك بطريق بمسافة قصيرة 4 ساعات بسبب طبعا الطرق المغلقة، الازدحامات اللي سببتها هذه التجديدات الأمنية قبيل زيارة بابا الفاتيكان. وينكم إذن عن حماية أرواح الناس؟ وليش دا تصير تفجيرات؟ وليش دا تنتشر الميليشيات إذا أنتم عندكم القدرة أنه تحكمون السيطرة الأمنية؟ ليش ما حميتوا الناس من تفجير ساحة الطيران؟ ليش ما حميتوا العراقيين اللي يتظاهرون من بطش الميليشيات؟ ليش ما حميتوا الناس البسطاء الفقراء من فرق الموت والاغتيالات والابتزاز؟ ليش ما توفرون هذه القوة الأمنية لإغلاق الحدود مع دول الجوار، مع إيران اللي صدرت المخدرات ولا تزال إلى العراق، اللي تصدر السلاح إلى العراق، اللي تصدر الميليشيات إلى العراق؟ ليش ما حميتوا العراقيين من هذه الأمور؟ ولا الموضوع الأمني فقط لتوفير الحماية لضيوف العراق؟ أيضا موضوع جائحة كورونا، طبعا العراق اليوم مصنف ثامن على العالم في عدد الإصابات بفيروس كورونا، من أخطر بلدان العالم اليوم العراق بسبب انتشار فيروس كورونا بي وانهيار القطاع الصحي في العراق، وبالتالي ترتفع الإصابات لأنه لا توجد وقاية، لا توجد إجراءات احترازية، ولا يوجد دعم حكومي للمواطن البسيط اللي يجبر اليوم على أن يبقى في المنزل بسبب فرض حظر التجوال، في حين هي لم توفر له الحكومة أي مساعدات للصمود لتحمل هذه الأيام. منهم أصحاب أجر يومي، منهم فقراء، منهم بدون عمل يحتاجون إلى دعم غذائي، إلى دعم مادي في سبيل الاستمرار، لكن لا يوجد هذا الدعم. أيضا موضوع فيروس كورونا هو من أخطر الأمور حقيقة التي يعاني منها العراقيون اليوم. الوكالة، وكالة فرانس بريس، أوضحت أن هذه الزيارة تأتي في وقت تتواصل فيه التظاهرات في البلاد وسط تزايد في أعداد القتلى والجرحى بسبب القمع الحكومي ضد المتظاهرين، وتستمر الميليشيات بإطلاق الصواريخ باتجاه المواقع العسكرية والبعثات الدبلوماسية. يتمنى العراقيون أن يذهب بابا الفاتيكان ليزور ساحات التظاهر الحقيقية، مو مجموعة من الأشخاص اللي يجيبهم الحكومة على أساس أنهم المتظاهرين أو ممثلين عن المتظاهرين. يذهب ليزور المناطق التي لا تزال تشهد تظاهرات في العراق، يذهب ليتابع حال المتظاهرين وكيف يعانون، الإصابات والشهداء الذين ارتقوا جراء القمع الحكومي، يزور عوائل الشهداء، شهداء المتظاهرين، أكثر من 1000 شهيد و30,000 جريح، منهم أكثر من 5,000 معاق بسبب القمع الحكومي. يذهب يزور هذه العوائل، هؤلاء الأفراد العراقيين اللي طلعوا يطالبون بحق مشروع، بوطن مسلوب. يتمنى العراقيون طبعا عبر وسم أطلب من البابا اللي منتشر اليوم على موقع تويتر أن يستمع إلى أصوات العراقيين الحقيقية وليست أصوات السلطة أو ما تحاول السلطة أن توصل من رسائل إلى العالم الخارجي عن طريق بابا الفاتيكان بأنه دخل إلى بلد يتمتع بنظام آمن مثل ما تقول السويد. وزارة الداخلية السويدية في أحد تقاريرها، واللي بسببه يرفض الكثير من العراقيين المهاجرين إلى أوروبا في دولة السويد، أن العراق بلد مصنف من البلدان الآمنة وبالتالي ترفض كثير من الطلبات. العالم للأسف ينظر إلى العراق بأنه بلد آمن،
الدول التي تشجع هذه الحكومات على الاستمرار في قمعها للعراقيين، تشجع على استمرار الفساد واستمرار الخراب في هذا البلد، تصف العراق البلد المنكوب الذي تنخره الميليشيات والسلاح المنفلت بأنه بلد آمن. يعني للأسف هذا الواقع اللي يعيش العراق. هذه رسالة من العراقيين، أصوات اتصلت اليوم، توصل رسالة إلى هذا الشخص القادم ضيف العراق سيكون، أنه اطلع على الحقائق، لا تسير خلف توجيهات هذه السلطة، أين تذهب ومن أين ستأتي. اذهب لزيارة العراقيين الذين يعانون، الأرامل، الأيتام، الفقراء، المتظاهرين. اذهب لزيارة المعتقلات. وأيضا هو تحدي لبابا الفاتيكان، اذهب إلى زيارة جرف الصخر إن استطعت. بهذا وصلنا مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع. أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.